اليوم منافسات النسخة 63 من الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا، بالإضافة إلى أن المباريات ستزداد صعوبة في ظل وجود أندية تملك إمكانيات مادية جيدة جعلتها تدعم صفوفها بالشكل المطلوب قبل انطلاق الدوري. وتتخطى القيمة السوقية للاعبي الدوري الممتاز 2.5 مليار جنيه، ويتواجد 68 لاعبا محترفا في مختلف الأندية، من بينهم 29 لاعباً عربياً. ولن تقتصر المنافسة على قطبي الكرة المصرية في الموسم الحالي، فالزمالك حامل اللقب يسعى بكل قوة للحفاظ على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي. وأمام واقعية الفرق الكبرى، يشهد الدوري الحالي لموسم 2021-2022 طموحات الفرق الجديدة والتي تشارك لأول مرة بعدما صعد للدوري 3 وافدين جدد، وهم فيوتشر وفاركو والشرقية للدخان. ليرتفع عدد الأندية التي ظهرت في مسابقة الدوري التي انطلقت عام 1948 إلى 75 نادياً، ويسعى الثلاثي الصاعد حديثاً لمسابقة الدوري إلى إثبات وجودهم والتأكيد على أنهم لن يكونوا لقمة سائغة لأصحاب الخبرات في الموسم الحالي، بل إنهم يتطلعون لتحقيق نتائج إيجابية والتواجد في مراكز متقدمة بجدول الترتيب. وتحظى الأندية الشعبية في الموسم الجديد بدعم جماهيرها بعد قرار دخول 2000 مشجع في كل مباراة، وسيكون للمشجعين عامل السحر على العديد من الفرق مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وغزل المحلة، والتي تسعى لاستغلال عنصر الجمهور للتغلب على العوائق المادية وتحقيق طموحات تلك الجماهير بمنافسة الكبار خلال منافسات الدوري. مما لا شك فيه أننا سنتابع موسم كروي مختلف ومميز، وننتظر من كل عناصر لعبة كرة القدم تقديم مستوى يليق بالكرة المصرية في ظل المنافسة القوية التي ستكون بين العديد من فرق الدوري.